هو ايه اول تعليق من بيج رامي على خبر زواجه التاني؟ ويا ترى مين حاول يبوظ علاقته بزوجته الاولى وبيحاولوا يقنعوها انها ترفع دعوة قضائية ضده عشان تتطلق، صدق او لا تصدق، مع الصحفي احمد الجدايه. البيج رامي خرج في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وجه رسالة للناس عن التدخل في حياته دون ان يتطرق لموضوع زواجه التاني، وقال ان ربنا وحده اللي بيحاسب ومحدش عارف ظروف الناس عشان يحكم عليهم. ناس كتير في الاونه الاخيره حاولوا تتواصل مع زوجته الاولى مروه المغربي عشان تقنعها بضروره الطلاق منه، وخاصه ان القانون بيتيح للزوجه الاولى في حال زواج زوجها زوجه تانيه دون اعلامها بانها تتطلق خلال سنه. وبعض المحامين خرجوا في تصريحات تلفزيونيه وقالوا ان كمان يقدروا يتسببوا في حبس بيج رامي لمده 6 شهور، والمواقع وقتها نشرت اخبار عن احتماليه حبس بطل مستر اولمبيا مرتين واللي رفع اسم مصر عليه. الزوجة الأولى مروة المغربي رفضت هذه التحريضات ضد زوجها ونشرت صورة لها هي وهو على الواتساب عشان تؤكد انتهاء الأزمة بينهم دون داعي لتدخل أي حد. تعال أوريكم دلوقتي نص كلمة بيج رامي اللي نشرها على الانستجرام عشان يسكت الناس اللي بتهاجمه عمال على بطال من وجهة نظر. نصيحة صغيرة، اسمحوا لي ان انا يعني اكون في الموضوع ده مع اني عارف انه مش اهل للنصيحة، لكن اقبلوا مني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. احنا شاهد من الكلام يا شباب ان ما فيش حد يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد. احنا ربنا ما خلقناش نحاسب بعض على اي حاجة، كل واحد بيتصرف وان شاء الله ربنا بيحاسبنا في الاخر ان كان في غلط او ما فيش غلط. طبعا مش معنى كده ان احنا معفيين او مش أصحاب أخطاء في حياتنا، بالعكس احنا بنخطأ وبنغلط وبنعمل حاجات صح، وربنا إن شاء الله هو اللي بيحاسب الكل. الحمد لله إن هو ما عطاش الناس فرصة إن هي تحاسب بعضها، وإلا ما كناش خرجنا من بيوت. والكلام ما هوش موجه لأي موضوع، ولكن والله أنا حبيت، لأن أنا شايف إن الناس اليومين دول شغلة نفسها بحاجات هي يعني لا تعرف عنها حاجة ولا تعرف تفاصيلها، لكن في الأول والآخر ربنا يسعدكم جميعا وجمعة طيبة عليكم إن شاء الله يا رب.